وبعدين شكلها ولبسها من وجهة نظري. الورق الاول، الورق بمعنى التفاصيل الشخصية طبعاً. طريقة كلامها. ايه اكتر شخصية كانت مرهقة بالنسبة لك في كل الادوار اللي انت لعبتيها؟ شيخ العرب همام. شيخ العرب همام دي كانت اصعب. دي كانت اصعب شخصية يعني. ارهقتك؟ كنت خايفه منها؟ هي كانت هي كانت بنتكلم الصعيدي، فقعدنا نتدرب على الصعيدي كتير جدا، وهي كان بيجي لها حاله نفسيه في نص المسلسل، بيجي لها حاله نفسيه وكده، فكان هو ده اصعب دور بيتهيألي. بس انا يعني من اكتر الادوار اللي بحبها واستمتعت بيها يعني، وكان اخراج استاذ حسني صالح، بحبه جدا، هو مخرج شاطر جدا.